ألاحظ صراحة صديقي أن العديد من الناس في التجارة الإلكترونية الكل الآن يفكر في الفيزيكال برودكت. الإشكال الفيزيكال برودكت حاليا كاينين بعض الإرهاصات، إذا كانت هذه الكلمة زعما سليمة ما عرفتش، هناك بعض الإرهاصات. التجارة الإلكترونية في المغرب أولا الديوانة غلات، السلعة صعبت باش تجيبها، ماشي كي كان قبل، ما كاينش دينيش مزيانين. كاين مشكل اخر انك انت دابا المشكل انه ما كاينش، كاينين قشاوش عاشوره كما كيعرفوا الاخوان، كاينين قشاوش عاشوره. يعني الا كنتي غتبيع الناس اللي غدا اف اي كوم مزيان، كاين داك النوع اللي ما كيدير هو لامبورطاسيون، اولا كيصاوب سلعته، اولا عنده كونتاكت مع واحد تيجيب ليه السلعه، اولا كاينين الناس اللي كيبيعوا بالجمله ولكن عندهم السلعه ديال الناس ديالهم، يعني ما تلقاهاش حطها برا. فهاد الاشكال هذا. وكاين ثاني مشكل ان بعض الناس بعاد، والتجاره خيارة كما سبق لي وقلت في كثير من الاحيان ان التجاره هي عباره عن علاقات انسانيه، يعني خصني نمشي للسوق، خصني كنلقاو ان التجاره في المغرب متمركزه في بعض المدن، كنهضروا على كازا، كازا كاين الناس اللي ساكن في بني ملال، كاين يعني صعيب انه يبيع ويشري، يعني في الجنرال نيش، يعني في يبيع في واحد النيش اللي هي ديال الشينوا او لا، صعيب يبقى غادي يجي لكازا او لا. يعني كاين عندنا هذا المشكل. في المقابل انا تنقول للاخوان يردوا البال لواحد المساله، راه كاين دابا شي حاجه سميتها ديجيتال برودكت، كاين الفيزيكال برودكت وكاين ديجيتال برودكت. الناس اللي ما قدروش يبداو او لا جاهم صعيب يبداو الفيزيكال برودكت، يعني يبيع التليكوموند، يبيع صنطات الدار، يبيع اللي يبقى انه صعيب عليه يبدا بالديجيتال. علاش انا كنصحك تبدا بالديجيتال؟ بزاف ديال الحوايج، وراه سبق لي وقلتها في انستغرام، وداكشي علاش تنقول للاخوان الله يرضى عليكم تابعوني في انستغرام، لانه راه انا كاين في انستغرام اكثر من الفيسبوك. علاش خاصك تمشي للفيزيكال؟ علاش خاصك تفكر في الديجيتال؟ بزاف الامور. اولا تابعي، يعني ممكن تجي لي البيزنس ديالك من ما كنتي، والله واخا تمشي لتشاينا تجي البيزنس ديالك هنا في المغرب، تجي في ما كنتي غتجيري هذا البيزنس. ثاني حاجه بالنسبه للمغرب كاين واحد الاهتمام، ولا واحد الاهتمام بالديجيتال. هذا الشيء اللي قلت راه قلته في انستغرام، انا كنعاودو في فيسبوك لان عارف ما كاينش بزاف الناس اللي تابعونيش في انستغرام. علاش خاصك، علاش ديجيتال برودكت؟ قلنا اولا انك ممكن تجيريه في اي بلاصه. ثاني حاجه هذه تنعطيها نصيحه، ممكن تبدا، انا ماشي تنقول لك الفيزيكال ما فيه ما يدار، فيه ما يدار، ولكن لقيتي صعوبه انك تبدا، اند راك عرفتوا حتى المنافسه ولات كثيره في الفيزيكال. فالديجيتال تبدا من اي بلاصه بغيتي. ثانيا في المغرب، كنهضر على المغرب، انا ما كنهضر لك على العالم، في المغرب راه ولات واحد الكونسوماسيون ديال الديجيتال، الناس ولاو تيكونسوميو الديجيتال. الديجيتال في المغرب يعني جوج الحوايج اللي تيتكونسوماو دابا بزاف، عندنا نتفليكس وعندنا لي بي تي في، كاين داك البي سي ان ديال البلاي ستيشن وداك التخربيق، ولكن هاد جوج الحوايج تيتكونسوماو في المغرب مزيان. الوغ تيتكونسوماو في المغرب، نهضروا شويه احصائيات. احصائيات اصديقي عندنا تقريبا، ما نهضروا كاع احصائيات، نهضروا غير الواقع شنو كاين دابا. نتفليكس اصديقي دابا مثلا اذا جينا نشوفوا غير الاحداث اللي وقعت غير واحد ثلاثه السيمانات هذه، غادي تلقى ان جورجينا مرت كريستيانو رونالدو كلشي كيهيت عليها في فيسبوك، وديك السيري كانت في نتفليكس، يعني المغاربه كيتفرجوا في نتفليكس، غنلقاو جورجينا في ستوري ديالها شكرات المغاربه كاول دول كيتابعوا نتفليكس، تابعوا داك الحماق ديالها في نتفليكس. يعني المغاربه هما الاولين بطبيعه الحال. هذه المساله مفروغ منها كون اننا حنا المتابعين الاولين للروتين اليومي، فما بالك بالاخت جورجينا، وانا على يقين ان الكل لم يتابع قصتها، او البعض لم يتابع قصتها، وانما ذهب الى المؤهلات التي تتوفر عليها جورجينا. على العموم مساله جورجينا كنلقاوها قضيه كازا دي بابيل فرقعات في المغرب، تقول الناس تفرجوا فيها دوزيام. اشنا هي هذيك الاخرى كازا دي بابيل؟ الاخرى سكويد جيم، تا هي فرقعوا فيها المغاربه وتا هي شافوها المغاربه. اذا كنلقاو حنا انه كاينين الناس كيهتموا بالنتفليكس. علاش تاني؟ لانه الانترنت ولات في اي دار، زيد عليها الشاشات الذكيه ولات كذلك شكرا لتشاينا، لانه ولات عندنا التلفازات غير 2500 و 3000 درهم ممكن انك تكون عندك سمارت تي في وانت انك تفرج. فهادشي كله خلى الناس ولاو تيكونسوموا، ولاو تيكونسوموا تيلي بي تي في بلا ما يشرب قهوه في الدار وبغى يتفرج في اش يقولوا لها هذيك في البين سبور الى غير ذلك. فكنلقى واحد الاهتمام. الوغ هذه سوق ممكن انك تدخلها بطبيعه الحال. انا الناس اللي داخلين البيزنس ديال بحال هذا البيزنس، انا نصيحتي لهم عندي واحد النصيحه، الله يرضى عليكم، حاول انك ما تخدمش الايليغال، خدم ليغال. حيت مثلا ملي غتدخل لهذا السوق هذا غادي تلقى انه ممكن يتخدم بجوج طرق. كاينه الطريقه اللي هي ليغال، اللي هي كتبني بها واحد الريبيتاسيون. نعطيك مثال، وقت انت كتربح في الكونت 30 درهم،
مثلا انت تربح في الكونت 20 درهم اوكي، قانونيا كتربح 20 درهم، في الايليغال تقدر تربح واحد 25 درهم تقريبا. الايليغال الايليغال اش كنقصد به هو دي كونت اللي هما مكراكين، وهذا هادو ما يخليكش تبني ريبيوتاسيون. اما الا كتخدم ليغال يعني لي كونت اللي كتبيع هما دي كونت اللي هما ليغال، فهنا راه كتبني ريبيوتاسيون. يعني انا بالنسبه ليا واحد الكليان كيشارجي معايا الشهر هذيك 20 درهم ديما كنربحها معاه، اما واحد هاد الساعه ديال الفيزيكال وراكم عارفين قشاو شي عاشوره غنبيع عليه، ما باقيش غيتقدا من عندي هذه واحد وجوج غيقدر يصيفط لي واحد جوج دعاوي حارين، لانه عارفين قشاو شي عاشوره للاسف ماشي كاع السلعه مزيانه. كتشرب في داك الكاس ما بغاش يسالي خويا طونجي، قال لك الناس في الناس او القرع في مشيط الراس، انت مالك خويا هذا الكاس يسالي ولا ما يسالي، ضربت خاطرك. فارجع معاك الموضوع، يعني مثلا الا حاولتي دير ليا غير واحد 1000 ولا 2000 كلاينت اللي هو فيهم معاهم الريكورين بيمنت، يعني كدير مثلا حيت في الفيزيكا راه كدير واحد 10 المبيعات 20 مبيعه في النهار، انت كتعتبر مبتدئ 10 20 مبيعه راك مبتدئ، 10 20 مبيعه في الديجيتال عطيته الكليان عطيته واحد السيرفيس اللي مزيان. الناس مثلا شرا من عندي كونت نتفليكس ديما خدام، ما تيوقع ما تيتسد ما والو، كنشارجي ليه كل شهر داكشي خدام ناضي كنادي. الوغ علاش انا بطبيعه الحال ما غاديش يبدا يشارجي معايا؟ بطبيعه الحال غيبدا يشارجي معايا وغادي يخدم معايا، عكس انني مثلا غنبيع واحد غتقول لي على كيفاش النيتفليكس مالو ما يمشي يشريه من سميتو، لا راه كاين طرق باش كيتقام رخيص. يعني انت مثلا ملي كتشري هذاك النيتفليكس كتمشي الثمن اقل، يعني تتشري بطريقه قانونيه وثمن اقل من الطريقه اللي هي بطبيعه الحال ان واحد يخلص يعني يخلص بلا كارت بونكا. اذا هادو طرق الخوت شويه وي هاف تو ثينك اوت اوف ذا بوكس، تبقاش تركز غير على الديجيتال، راه ماشي كلشي مصلح ليه، صلاح ليه يخدم الديجيتال الفيزيكا زعما، ماشي كلشي مصلح ليه يخدم ليه. ايوا هادشي اللي كاين. تحياتي لك السي امين، ولكن هذاك البلان ديال نتفليكس سول على الحكم التجاري والتسويقي لانه من باب واسع من المحظور. والله يا اخي ابي محمد نور الدين هو على حسب ما تشاهده، نتفليكس فيه الكثير من الوثائقيات الجميله جدا وفيه بعض السلسلات انا لن ادخلها معك في باب مشاهده المسلسلات حلال حرام، انا اعرف هذا، ولكن يعني في سلسلات محترمه، يعني ليس بالضروره دائما. نعم اي نتفليكس هي تحاول دائما ان تروج الى الميديا وما الى ذلك، ولكن نحن لدينا قناعاتنا التي لا يمكن ان تغيرها مثل هذه السلسله. طبعا الحال الخطر كل الخطر على الاطفال، هذا اتفق معك، ما نحن راشدون. واصلا قبل ان تشاهد اي شيء راه يظهر لك مثلا بلس 18، يظهر لك ماذا ستشاهد، عنف تي، فاذا كنت تشاهد راه يعطيك وورنينغ في الاول، فاذا كنت تقبل به فانت تتحمل المسؤوليه. على العموم هذا موضوع اخر، انا الحلال والحرام ليس موضوعي هنا. واش القهوه كحله ولا بيضه، واش الدجزر خاصو يكون عندك كابيتال؟ هو الصراحه ماشي ضروري انه يكون عندك كابيتال،